تقام اليوم الجمعة الموافق 21 مايو 2021. البطولات التالية: الدوري الأسباني، الدوري المصري الممتاز. في البداية الرجاء من فضلكم الضغط على زر الإعجاب أسفل الفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم الجديد في هذا المحتوى دائما. الآن مع تفاصيل المباريات. أولا مباريات الدوري الأسباني، حيث تقام اليوم مباراة واحدة الجولة 38 وهي كالتالي: ليفانتي ضد قادش، تقام في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مصر و10 مساء بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت HD1 بتعليق عادل خلو. ثانيا مباريات الدوري المصري، حيث تقام اليوم مباراتين بالجولة 23 وهي كالتالي: المباراة الأولى سموحة والإنتاج الحربي، تقام في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت مصر و8 مساء بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة On Time Sport 2 HD بتعليق محمد الكواليني. المباراة الثانية MB ووادي دجلة، تقام في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مصر و10 مساء بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة On Time Sport 1 HD بتعليق بلال علام. وفي النهاية ما هي توقعاتكم لأهم مباريات اليوم؟ اكتبوا لي في التعليقات أسفل الفيديو.